اهلا بيكم، معاكم محمد مصطفى. هنتكلم في الفيديو دوت على ازاي توصل للكوماند برومبت اللي موجود عندك في الويندوز. الكوماند برومبت ديت زي اللي في الشاشه اللي قدامنا ديت، اللي هي الشاشه اللي لونها اسود ديت. بنستخدم الكوماند برومبت دي في ايه؟ في احنا عندنا الويندوز بتاعنا، احنا ممكن نشتغل على حاجه بنسميها الجي او اي، او اللي هي الجرافيكال يوزر انترفيس، اللي هو بيبقى عندي الشاشه بتاعتي بيبقى فيه ماوس زي ما بتحرك كده بالماوس على الشاشه بتاعتي، بيبقى عندي في القوائم بتاعتي، في عندي مثلا التاسك بار، ممكن ادوس على ستارت هيجيب لي الحاجات بتاعتي، ممكن ادخل جوه ماي كمبيوتر، ممكن ادخل جوه الدرايف بتاعي، ممكن ادخل جوه الفولدرز الموجوده عندي على الكمبيوتر بتاعي او الفايلز. كل الحاجات ديت او كل الحاجات اللي هي بقدر من خلال الماوس، او بيبقى ظاهر عندي الايكونز او الايقونات ديت والفايلز والفولدرز وكل الحاجات اللي هي قدامي ديت، كل الحاجات بنسميها الجي اي. بقدر من خلال الحاجات دي كلها اتحكم في الكمبيوتر. انا ممكن اتحكم في الكمبيوتر بتاعي برضو من خلال الكوماندز او اللي هي الاوامر. طيب الاوامر دي بنكتبها فين؟ بنكتبها جوه اللي هو الكوماند برومبت زي اللي قدامنا دوت. طيب الكوماند برومبت دوت شو من خاطر نشغله؟ نشغله ازاي؟ في عندي كذا طريقه ممكن اوصل بيها للكوماند برومبت على الويندوز بتاعي، ايا كان الفيرجن بتاع الويندوز اللي انا بستخدمه. ممكن يبقى ويندوز 7، ويندوز 8، ويندوز 8.1، ويندوز 10، او حتى ويندوز سيرفر بكل الفيرجنز بتاعته. فمثلا ممكن يعني هقول لكم على اول طريقه نوصل بيها للكوماند برومبت دوت. ممكن من التاسك بار بتاعنا اللي تحت دوت هدوس على ستارت، وهاجي اقول له اول بروجرامز، وبعد كده هقول له اكسسوارز، وهلاقي عندي هنا الكوماند برومبت. هدوس كليك كده هيفتح لي الكوماند برومبت. طيب ممكن بطريقه ثانيه برضو من الستارت، في التاسك بار عندي تحت بدوس ستارت، وباجي في الجزء اللي هو المكتوب فيه السيرش دوت، بكتب له بقول له سي ام دي وبدوس انتر، بيجيب لي برضو الكوماند برومبت. وممكن برضو بطريقه ثانيه برضو من ستارت، باجي من خلال الران. طيب لو انا الران مش ظاهره زي عندي هنا في النسخه ديت، بظهر الران دوت ازاي؟ بدوس رايت كليك على التاسك بار وبقول له بروبرتس، وبقول له ستارت منيو، وبقول له كاستمايز، وبنزل تحت هنا كده وبدور على اللي هي الران كوماند اللي هي قدامنا ديت، ران كوماند. هعمل اعلم على التشيك بوكس دوت وهقول له اوكي، وهنقول له ابلاي، وهنقول له اوكي. هنيجي بعد كده على الستارت اللي في التاسك بار اللي تحت هنا، هندوس ستارت، هنلاقي ان الران ظهرت عندنا. هدوس على ران وهكتب له سي ام دي برضو وهقول له اوكي، هيجيب لي برضو اللي هو الكوماند برومبت. وزي ما قلت لكم الكوماند برومبت دوت ممكن اقدر اكتب فيه بعض الاوامر اللي انا بستخدمها في الكمبيوتر بتاعي. فمثلا على سبيل المثال في مثلا كوماند كنا اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو بقدر اعرف من خلاله الاي بي ادرس او الاعدادات بتاعت النتورك الموجوده عندي على الكمبيوتر بتاعي. الكوماند كان اسمه اي بي كونفيج، وبقول له انتر، بيجيب لي الاي بي ادرس زي ما انا شايف كده هنا دوت، اللي هو الاي بي ادرس، وحاجه ثانيه اسمها السبنت ماسك والديفولت جيت واي، والحاجات ديت كنا اتكلمنا عنها قبل كده، يعني اتكلمنا ازاي نوصل للحاجات ديت. ممكن بعد كده نتكلم في الشروحات بتاعت الحاجات ديت. في برضه كوماند تاني كنا اتكلمنا عنه قبل كده اسمه الجيت ماك، لو انا عايز اعرف الماك ادرس الموجود عندي على الكارت النتورك بتاع الكمبيوتر بتاعي. فزي ما انا شايف الجهاز بتاعي دوت فيه كارت نتورك واحد، ودوت اللي هو الماك ادرس او اللي ساعات بنسميه الفيزيكال ادرس. وممكن في اوامر ثانيه كتير، مثلا في كوماند ثاني اسمه بينج زي ما هنتكلم بعد كده، ممكن اقول له بينج مثلا 127.0.0.1 وبقول له انتر، بيقول لي ريبلاي. طبعا هنتكلم بعد كده عن الكوماند بتاع البينج دوت. في برضه لو انا عايز امسح السكرين الموجود عندي على الشاشه ديت، ممكن اقول له مثلا سي ال اس او كلير سكرين، بيمسح لي كل الكوماندات اللي انا كتبتها قبل كده. وممكن لو دوست سهم فوق وافضل ادوس سهم كده، بيجيب لي كل الكوماندز اللي انا كتبتها عندي اللي مخزنه في الهيستوري عنده، وبدوس يعني كده سهم فوق وكده سهم تحت، بفضل اشوف الاوامر اللي انا كنت كتبتها عندي على الكوماند برومبت عندي. وممكن لو عايز اخرج من الكوماند برومبت ديت بقول له اكزيت وبدوس انتر كده، يبقى قفل لي الكوماند برومبت.